نشر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لوائح ترشيحاته التي أظهرت ممارسة مستوى كبير من التجديد في اللوائح، وغابت قيادات برلمانية وسياسية. احتلت صدارة المشهد السياسي المؤيد للرئيس محمد بن عبد العزيز منذ أكثر من 10 سنوات، واستخدم الحزب مستويات من الإزاحة للقيادات ذات التمثيل الشعبي في الدوائر، كما حصل مع رأس اللائحة الوطنية الجديدة حمادي واللميمو وزير الخارجية الأسبق الذي نجح بدائرة محلية، فعين لفترة وجيزة وزيرا للخارجية، ثم فقد المنصب وقضى جزءا واسعا من المأمورية البرلمانية دون تعيين، ويعتبر تعيينه على رأس اللائحة الوطنية تعويضا له عن خسارته لمقعد كوبني الذي اكتسبه في انتخابات 2013، فيما رشح الحزب سيد أحمد والأحمد في المجرية مسقط رأسه، وكان مرشحا في اللوائح الوطنية 2013. استبعد الحزب رموزا سياسية مؤثرة كرئيس الحزب سيد محمد والمحم ورئيس البرلمان الحالي محمد والبويليل ومحمد والبابانة، فيما شغل الرمز الخليل والطيب الرقم 17 في اللائحة الوطنية وعدد آخر غيرهم. ودخلت الحزب وجوه نسوية أبرزها رئيسة منظمة شكرا غير الحكومية ميمونة بنت أحمد سالم التي تصدرت لائحة النساء للحزب، وكان مجلس الوزراء قد عينها في وظيفة مديرة العامة للسياسات والاستراتيجيات التنموية بوزارة الاقتصاد والمالية في مارس الماضي، فيما رشح الحزب رئيسة المجموعة الحضرية بنواكشوط أماتي بنت حمادي في اللائحة الجهوية بنواكشوط. أما السيدة الثالثة والتي تمثل فئة الفنانين فكانت أمينته بنت بوياقي والنفر، وجاءت في الرقم 9 من اللائحة الوطنية. ومن الوجوه الفقهية التي برزت في الترشيحات الجديدة الوزير السابق المرابط والمحمد دمين من مقاطعة منقل، والفقيه الشاب درديري والمعطة الذي احتل الرقم 14 في اللائحة الوطنية. ويصل عدد مقاعد اللوائح الثلاث 58 مقعدا. وفي الانتخابات 2013 الماضية حصل الحزب من مجموع هذه اللوائح على 12 مقعدا فقط، وهو عدد قد يكون قابلا للتقليص في انتخابات 2018 لحجم المنافسة غير المسبوق الذي يعكسه عدد اللوائح الحزبية المترشحة في هذه الانتخابات.